الوزير سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني السابق من عمان، شكرا جزيلا لحضراتكما. معضلة تشكيل الحكومة السودانية لا تزال قائمة. هذه المرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك برر التأخير في تشكيل الحكومة بسبب انخراط القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني وخلق جبهة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه حسب تعبيره. ما العقبات التي تقف في طريق تشكيل حكومة حمدوك إذا؟ بعد أكثر من 3 أسابيع كرر خلالها مرارا بأنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة، لم يتمكن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من تنفيذ وعده حتى الآن. برر رئيس الوزراء تأخره في تشكيل الحكومة برغبته في أن تتوافق القوى السياسية على ميثاق وطني يمهد الطريق لتشكيل الحكومة على حد تعبيره. انخرطت قوى سياسية مختلفة في اجتماعات مكثفة وسط تقارير تشير إلى وجود خلافات بينها حول بعض بنود الميثاق، خاصة مع امتناع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من المشاركة في المناقشات رفضا لاتفاق حمدوك والبرهان. كل هذه المكونات على خلاف صريح مع بعضها البعض، وحتى داخل المكون الواحد هنالك كثير من التناقضات والخلافات، بالتالي لا يمكن حدوث توافق إلا إذا كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يريد توافق شكلي يفضي إلى بناء تحالف نسبي أو جزئي يكون هو حاضنة سياسية لحكومته. غياب التوافق السياسي وضع حمدوك أمام مشكلة أخرى لتشكيل حكومته الجديدة، فبعض الذين تم ترشيحهم للوزارة من التكنوقراط اشترطوا تهيئة البيئة السياسية للقبول بالمنصب. يبدو أن توافق القوى السياسية على الميثاق السياسي كما يطالب حمدوك لتشكيل الحكومة ليس كافيا، فعليه إغناء الشارع الغاضب أيضا. فالآلاف ما زالوا يتظاهرون بشكل مستمر في الشوارع رفضا للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي الذي تلاه. ويرى البعض أن مهمة إقناع الشارع بقبول الحكومة المرتقبة تبدو في غاية الصعوبة مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين. من الواضح تماما أن الشارع لن يقبل بأي تسوية سياسية أو توافق سياسي أو إعلان سياسي ما لم يتضمن هذا الميثاق أو هذا الإعلان نص واضح على رجوع العسكر إلى ثكناتهم. الشارع أصبح على مسافة كبيرة جدا جدا بينه وبين العسكر بعد الانقلاب في 25 أكتوبر. يواجه رئيس الوزراء وضعا سياسيا صعبا ومعقدا، لكنه على الأقل يحظى حتى الآن بدعم علني من قادة الجيش الذين وقع معهم الشهر الماضي اتفاق عودته إلى السلطة. محمد عثمان، BBC، الخرطوم. من الخرطوم أناقش الكاتب الصحفي الأستاذ محمد شمس الدين، أهلا وسهلا بحضرتك، وكذلك الكاتب الصحفي الأستاذ حمور زيادة في القاهرة، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ حمور، ما أعلن عنه عبد الله حمدوك سواء فيما وصفه بالميثاق الوطني أو الحديث عن التحول الديمقراطي إلى آخره لا يفرق كثيرا عن المشهد الذي رأيناه لما أعلنت الوثيقة الدستورية. بصراحة، هل جرد الشارع أولا والقوى السياسية عبد الله حمدوك من أدواته من ثم تركوه أعزل؟ نعم، أنا لا أعتقد أن الدكتور عبد الله حمدوك الآن لديه أي قوة أو صلاحية لينفذ ما يحاول أن يعد به. أنا أعتقد أنه حتى دكتور عبد الله حمدوك مؤخرا لم يعد حتى يطلق الوعود بتلك القوة التي كان يطلقها بها في الفترة الماضية. أعتقد أنه يعني بعد أسبوع فقط من إطلاق سراحه وتوقيعه الاتفاق مع الفريق الأول البرهان أنه اكتشف أن الأرض مهتزة تماما تحت قدميه. الحلفاء السابقين في الحرية والتغيير لم يوافقوا على المضي قدما في إجراءات تشرعن الانقلاب. الشارع لم يهدأ، حتى الحلفاء الدوليين الذين يعني رحبوا في البداية بالاتفاق تراجعوا بعد ذلك إلى موقف حذر. فولكر رئيس بعثة الأمم المتحدة رحب بلا أي تحفظ في البداية،
ثم تراجع وأخذ يقول أنه رحب بحذر بهذا الاتفاق، وأن هذا الاتفاق إذا لم يؤدي إلى تهدئة الأمور على الأرض فلا قيمة له، وهذا هو الواقع الآن. أنا لا أعتقد أن الدكتور عبد الله حمدوك يستطيع المضي قدما. طيب أستاذ محمد شمس الدين، ما رأي حضرتك في هذا الطرح بالنظر إلى أنه تردد أنه هناك إعلان مقترح على عبد الله حمدوك من 13 بندا، هناك في بند لافت للنظر جدا، دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات في الجيش السوداني، وهو ربما مسار طبيعي لاتفاق جوبا والوثيقة الدستورية. بصراحة هل يمكن لذلك أن يلتئم على الأقل لضمانة أن يكون عبد الله حمدوك لديه شيء يقدمه للشارع ليبرر ما هم يعتبرونه تواطؤ أو خيانة أو استسلام للمكون العسكري؟ تحية طيبة لك أستاذ رشا، وتحية أيضا لضيفك أستاذ حمور في القاهرة والسادة المشاهدين أينما كانوا. أنا أتفق تماما مع ما ذكره الأستاذ حمور زيادة في إجابته قبل قليل، وأتفق مع ما أسلفته أيضا، يعني أن يكون للدكتور عبد الله حمدوك ما يقدمه للشارع، هذا هو ما ينقص الدكتور عبد الله حمدوك فعلا، هو في تحدي كبير جدا، وهذا ما حدث يعني في تاريخ 21 من نوفمبر حينما وقع مع البرهان ذلك الاتفاق وهتف ضده الشارع لحظيا. عبد الله حمدوك يعني ينقصه كما قلنا في ذلك التوقيت حوالي 50% التي كانت متبقية بعد يعني إتمام ذلك التوقيع. الحكومة تأخرت لماذا أيضا؟ لأن الدكتور عبد الله حمدوك لم يستطع إقناع حتى بعض المرشحين من التكنوقراط الذين ينظرون إلى الشارع ويحسبون له ألف حساب. هناك حالة من حالات عدم تقدير الشارع بما يكفي، ما قاله أو ما غرد به الدكتور عبد الله حمدوك أيضا هو مستغرب، إذ أنه أعلن أنه سيمضي في اتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط، أي أنها حكومة غير مرتبطة بأي ولاءات حزبية أو أي رضا من الأحزاب. الأحزاب أيضا يعني وعدت أو قالت بأنها ستنخرط أو تنضم إلى الشارع بشكل كلي، ثم إذا بها يعني تلتف مرة أخرى بطريقة أو بأخرى وتحاول أن تجمع يعني بعضا من الأصوات والقوى التي يمكنها أن توقع على ذلك التوقيع الإعلان السياسي الذي تسرب قبل أيام، لكنه لم يجد صدى في الشارع. تسرب بنفس الطريقة التي كان يتم تسريب الوثيقة الدستورية الأولى في العام 2019 بعد مجزرة فضل الاعتصام، ولكن هذه المرة لا تجاوب بطبيعة الحال. هناك يعني مؤتمر صحفي مرتقب لقوى الحرية والتغيير من جهة، وأيضا هناك طرف آخر يقول بأن هناك مؤتمرا لتوحيد قوى الثورة في 16، يعني قوى الحرية والتغيير قالت أن المؤتمر في 17 والطرف الآخر قال المؤتمر في 16. صحيح، يعني أنا سمعت فعلا من هذين المؤتمرين أستاذ شمس الدين، أيضا يؤشر إلى أن هناك نوع من أنواع محاولة لفت الأنظار أو يعني إفساد أي طبخة معينة تعد بطريقة أو طيب أخرى. طيب بس إذا ما نظرنا أستاذ حمور زيادة إلى ما يمكن تحقيقه، لأنه ليس كل ما يرجى يمكن تحقيقه، على الأقل من وجهة نظر الذين يحاولون أن يروا الحراك في الشارع باعتباره حراك راديكالي أكثر منه حراك يمكن البناء عليه لمنتقديه، يعني وصم كل من يعني ينضم إلى الصف عبد الله حمدوك سواء في حكومة تكنوقراط أو في تخفيض المجلس الانتقالي كما تردد أيضا إلى 6 أعضاء وإلى آخره، هل يمكن أن يجعل القوى المدنية تخسر كل ما كسبته خلال الفترة الانتقالية ما قبل بين مزدوجي الانقلاب العسكري؟ يعني ببساطة، هل ما لا يدرك كله يمكن أن يعني يدرك بعضه أو يؤخذ بعضه بدلا من أن يضيع كاملا؟ هذه هي المعادلة التي طرحت في 2019 بعد فضل الاعتصام، أنه يعني لا جدوى من خوض المعركة حتى النهاية، وأن القوى الثورة والقوى المدنية حصلت على اليد العليا في اتفاق شراكة يجعل المكون العسكري شريك شرفي واسمي في السلطة لفترة انتقالية محدودة، ولديه التزامات معينة لها علاقة بالجيش والأمن والدفاع والهيكلة، وهي أمور يعني مهنية بحتة فعلا قد لا يستطيع المدنيون أن يشرفوا عليها. فمقابل ذلك تنازل الشارع في رأيي على مضض من المضي كاملا نحو فكرة المدنية الكاملة للانتقالية. في النهاية لا يستطيع الشارع أن يرفع سقف مطالب بلا نخبة سياسية تحول هذه المطالب سواء كانت راديكالية أو غير راديكالية إلى مطالب سياسية وشروط واضحة على طاولة التفاوض. ف
فهذا الشارع جرب أن يحصل على البعض في 2019، لم يحدث شيء، بالعكس حدثت ردة كبيرة جدا. لذلك أعتقد أنه من الصعب الآن إقناع الشارع بمسألة أن يقبل مرة أخرى ما قبله في 2019 على الأقل بنفس الوجوه. يعني ربما بعض الناس يقوى إعلان الحرية والتغيير لديهم رغبة في استمرار شراكة مع المؤسسة العسكرية، لكن بالتأكيد سيكون أقرب إلى المحال أن يقنع الشارع باستمرار الشراكة بوجود الوجوه الخمسة من المؤسسة العسكرية. وهذا أمر طرحه الأستاذ إبراهيم الشيخ الوزير السابق، والذي بسببه يوجه باتهامات من الجيش ومعرض للمحاكمة باعتبار أنه أخل بتراتبية الجيش ودعا لإنقلاب عسكري. أظن أن الأيام القادمة ستطرح سؤالا أيضا مهم، وأتمنى أن أطرحه على حضراتكما في سياق مغاير له علاقة بهل عبد الله حمدوك يمكن استبداله في الفترة القادمة لو استمرت هذه الأزمة؟ سنرى. شكرا جزيلا لضيفي الأستاذ حمور زيادة الكاتب الصحفي من القاهرة منضم إلينا، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وجزيل الشكر للأستاذ محمد شمس الدين من الخرطوم الكاتب الصحفي، شكرا لحضراتكما ولحضراتكم على طيب المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.